السعاده. يعني ايه سعاده؟ إيه يا ترى ان انا معايا فلوس يبقى هي دي السعاده؟ يا ترى ان انا بشتغل عشان اجيب فلوس كتير وفي منصب حلو والدنيا حلوه وجميله تبقى هي دي السعاده؟ يا ترى انا الموضوع بالنسبه لي، ايه؟ ان انا عايش في عيشه حلوه ومرتاحه هي دي السعاده؟ السعاده مش كده خالص. انا ممكن يبقى معايا فلوس كتير ومانيش حاسس بسعاده، ممكن ابقى واخد منصب ومبقاش حاسس بالسعاده، ممكن يبقى بملك كل حاجه ومانيش حاسس بالسعاده، لان انا مانيش بحدد هو ايه مفهوم السعاده. السعاده يا اصدقائي هي السلام النفسي، هي الامان، هي الاطمئنان، هي النفس المطمئنه، ودي المفتاح الرئيسي بتاعها او المفتاح الاصيل بتاعها هو الايمان بالله والايمان بالقضاء والقدر. لو انا مؤمن تماما بالقضاء والقدر ومؤمن تماما ويقينا بالله، انا كده خدت المفتاح الرئيسي للسعاده، لان انا خلاص بقيت مطمن. هو ده المفتاح الرئيسي، الايمان بالله هو المفتاح الرئيسي ان انا ابقى انسان سعيد. المفاتيح التانية كتير وهنتكلم فيها على مدار حلقات طويلة، لان احنا النهاردة بس هنتفق على شوية مفاهيم. هنتفق يعني ايه سعادة ويعني ايه قرار شخصي. مفيش حد هيخبط على الباب عندك ويقولك خليك فاكر ان انا جايب لك السعادة بكرة الساعة 6، مفيش حاجة اسمها كده اطلاقا. بالمرة مش هيحصل الكلام ده. السعادة جواك، انت اللي بتملك مفاتيح السعادة. انا هيبقى دوري مع حضرتك ان احنا ازاي ندور على مفاتيح السعادة جوه كل واحدنا. هي ايه يعني ايه بقى كلمة سعادة ويعني ايه اطمئنان ويعني ايه احنا بنتكلم في ايه؟ هي السعادة ان انا ابقى مبسوط كل الوقت وطول النهار بضحك وبهرج وبقول دكت وبقلش. لا، مش هي دي السعادة خالص. السعادة هي السلام الداخلي، هي الاطمئنان، هي اليقين ان الحالة اللي انا فيها دي هي احسن حالة ربنا ارادها ليا ان انا اكون فيها. وعشان كده الرضا هنا هو المفتاح الرئيسي، الرضا باللي انا فيه هو المفتاح الرئيسي. طب الرضا ده يتعارض مع الطموح والاحلام والكلام؟ بالمرة مش هو ده موضوعنا ومش هو ده اللي احنا هنتكلم فيه. احنا هنتعرض له بس ده بعيدا عن موضوع السعادة. السعادة هي السلام، ان انت تبقى سعيد وانت بتعمل كل حاجة. ده احنا في حاجات كتير قوي نقدر نعملها ونبقى سعداء، ونبقى سعداء جدا كمان. طيب، هو اذا كان المفتاح الرئيسي بالنسبه لي هو اليقين بقضاء الله والرضا بيه، طيب امال انا مش سعيد ليه؟ طب ما انا راضي، امال ما انا مش سعيد ليه؟ لان في مفاتيح كتير بالنسبه لك لازم تحسسك بالسعاده، ولازم تحسسك بان انت فعلا انسان راضي عن نفسك. هو المؤشر هنا رضاك عن نفسك، ان انت عامل كل اللي عليك، ان انت متصالح مع نفسك. الله، يعني ايه متصالح مع نفسك؟ هو في حاجه اسمها متصالح مع نفسك؟ ايوه يا فندم، ايوه يا انسه، ايوه يا مدام، ايوه صديقتي، ايوه صديقي. في حاجه اسمها ازاي ابقى متصالح مع نفسي؟ ان انا ما باتش ليله وانا زعلان من حد. ده حاجة جميلة قوي وحاجة راقية قوي، وتخليك عندك مفتاح كبير قوي من مفاتيح السعادة. طب بس ده زعلني، ده غضبني، ده عمل، ده سوى. ما أنا لازم أبقى عندي القدرة إن أنا أتعامل مع كل المشاكل. إحنا في حياة ودي دنيا يعني مليئة بالمشاكل ومليئة بالعثرات ومليئة بكل شيء. لازم أبقى مهيئ لها إن لما تحصل المشكلة أنا هعمل إيه؟ أنا إيه دوري؟ وإيه مبرمج نفسي ومبرمج ذاتي على إيه اللي أنا هعمله علشان أبقى إنسان سعيد وأبقى إنسان مطمئن جوايا طمأنينة وسكينة وهدوء. الهدوء هنا يا جماعة مش إن أنا ما زعقش، طبعاً إحنا المفروض ما نزعقش، بس الهدوء هنا اللي جوانا، زي أنا بتكلم على السعادة اللي جوانا، الرضا اللي جوانا، أياً كانت المعطيات، أياً كانت المعطيات. لأن هو ده عمر بتاع حضرتك وبتاع حضرتك، لازم تعيشه وانت مرتاح وانت متهني عشان تقدر تستمتع بنعم السعادة. يمكن احنا قلنا التسامح، احنا قلنا جبر الخواطر. من أهم مفاتيح السعادة العطاء، ان انت تبقى انسان قادر على العطاء. وهذه الكلمة مش بسيطة ومش شوية، لا، ده العطاء ده شيء جميل، هو ده اللي بيخليك في الآخر تبقى سعيد.
هتقول لي يا عم هو احنا معانا حاجة عشان يبقى في عطاء؟ القضية مش قضية عطاء مادي بالمرة، القضية قضية عطاء. العطاء أنواع، الابتسامة عطاء. هتقول لي الابتسامة واحنا لابسين كمامة؟ أقول لك الابتسامة ابتسامة ملامح وابتسامة قلب. حافظ على الابتسامة، ده أول درجات العطاء. اتعود ان انت وانت نازل الصبح تبقى بتبتسم في وش كل اللي بتقابلهم، هتلاقي نفسك انت الابتسامة دي رد عليك، وهتلاقي نفسك انت نفسك سعيد. الابتسامة صدقة، الابتسامة عبادة. يبقى هنا لو انا ابتديت أولى درجات العطاء بالابتسامة، انا كده عامل حاجة جميلة قوي وابتديت حلقة صح. طيب درجات العطاء كتير، درجات العطاء ملهاش حدود. درجات العطاء في الكلمة، الكلمة عطاء. الكلمة وانا في البيت مع مراتي، مع اولادي، مع جوزي، الكلمة مع صديقي، الكلمة مع جاري. مع جاري دي مهمة قوي، لان انا بفتح الباب اقابل جاري. يبقى الكلمة الحلوة هتديني انا سعادة، وهتديله هو كمان سعادة، هصدر طاقة ايجابية من عندي له. العطاء مش قصرا على العطاء المادي، العطاء المادي ده اخر درجة في درجات العطاء. الكلمة هنا فيها تطيب خواطر، الكلمة الحلوة. تعالى معايا كده في جملة صغيرة قوي، تعالى نستبدلها مع بعض ونحسنها مع بعض. لو انا مراتي بتقول لي ايه انا عايز اتكلم معاك، او لو انا بقول لها انا عايز اتكلم معاك، لو صاحبك بيتصل بيك بالتليفون بيقول لك يا محمد انا عايز اتكلم معاك، لو ابنك بيقول لك انا عايز اتكلم معاك، هتقول له انا سامعك، او هتقول له انا كل اذان صاغرين. صح صح. طيب لكن تعالى نبدلها بكلمة انا معاك. انا بدلت كلمة انا سامعك بانا معاك. كلمة انا معاك كلمة غالية قوي، لانها بتديله ايجابية وبتديله احتواء وبتديله حاجات جميلة. يبقى انا لو قلت للي بيقول لي انا عايز اتكلم معاك، انا عايز اتكلم معاك، يا سلام لو انا اقدر اسيب كل اللي في ايدي واسمعه دلوقتي، ابقى عملت عطاء جميل جدا، لان هو ما قاليش انا عايز اتكلم معاك، قال هو في احتياج انه يتكلم معايا. لكن افرض ان انا مشغول، هقول له انا معاك بس اخلص اللي في ايدي واجي لك. لكن كلمه انا معاك في الاول انا اشتريت بيها خاطره، وعرفته ان انا كتفي في كتفه وان انا بحتويه. كلمه اللي بيطلبك يقول لك انا عايز اتكلم معاك، هو في اشد حالات الاحتياج ان حد يسمعه. يبقى انت هنا لما بتقول له انا معاك، غير اما تقول له حاضر انا سامعك، او انا هسمعك، او انا مش فاضي دلوقتي، لا اقول له انا معاك وبعد كده حدد الميعاد. الكلمة دي كلمة غالية، كلمة فيها احتواء، وكلمة فيها جميلة قوي. ما هو ده نوع من انواع العطاء. اصل جبران الخواطر، جبران الخواطر ده حاجة غالية، وزي ما قلنا المرة اللي فاتت ان جبر الخواطر عبادة. طيب اذا كان اماطة الاذى عن الطريق عبادة، اذا كانت اماطة الاذى عن الطريق درجة من الايمان، يبقى إماطة الأذى عن مشاعر إنسان دي درجة عالية جدا. يبقى خلينا نتعلم مع بعض، إن أنا أعلم نفسي وبعلم حضرتك وبعلم حضرتك، إن إحنا كلنا أصدقاء بنتعاطى مع بعض النهاردة مفاتيح السعادة، بنتعاطى مع بعض مفاتيح السعادة علشان في الآخر نبقى طالعين كلنا سعداء. كلمة إن أنا أطيب مشاعر ده عطاء، إن أنا أعمل هذه المسحة وهذا الحب وهذا الجمال في كل أوقات في كل حالاتك. على فكرة انت ممكن تبقى مشغول، ممكن حضرتك تبقى مشغولة، ممكن يبقى حضرتك وراك شغل البيت وشغلك والدنيا كلها، لكن خلي العطاء في كل الأحوال، خلي الابتسامة في كل الأحوال. في كل أحوالي لازم ابتسم في وش حضرتك، في كل أحوالي أيا كانت مشاكلي أيا كانت معوقاتي، أصل أنا هديلك السعادة فهيبقى ليا نصيب منها. لما أنا هوهبك السعادة هيبقى ليا نصيب منها. السعادة لازم تقتسم، مفيش سعادة منفردة، مفيش واحد بيقعد منفرد وبيبقى سعيد. السعادة لازم تتوزع علينا كلنا، لما بتتوزع علينا كلنا هو ده السعادة، وهو ده إحساسنا الحقيقي بالسعادة. يمكن أنا بعتبره من أهم المفاتيح اللي هو الإيجابية. يعني إيه إيجابي؟ يعني إيه نقول فلان ده إيجابي؟ أصل فلان ده إيجابي، إحنا بنبقى في مشكلة نبقى عايزين حد في وسطنا يبقى إيجابي. الإيجابية يا جماعة بصراحة هي موهبة ونعمة من ربنا، لكن هي مهارات شخصية. لأن الشخص الإيجابي، يعني إيه إيجابية في الأول؟ يعني أن أنا يبقى عندي فكرة، الفكرة أقتنع بيها أحولها لعمل والأداء. يبقى الفكرة هنا كلها إيه؟ أن أنا مش أبقى
حاصر نفسي في افكاره بس، لكن الفكره تتحول لعمل في الاخر. والايجابيه الممتازه بقى او السوبر ايجابيه ان انا لما بعمل العمل باجيد فيه، يبقى فيه اجاده وابتكار وابداع ورياده. يعني اذا كان في رياده الاعمال ففي رياده العلاقات الانسانيه اللي هي بتخلي الشخص جوه اي مجتمع يبقى منور وجميل وله طله حلوه، لانه هو ايجابي، بنقول عليه الشخص ده ايجابي. الايجابي اصدقائي اهم ما يميزه انه ما بيخافش. لما بياخد فكرة ما بيخافش، هيخاف من ايه؟ القلق والخوف هو عدو الإيجابية، عدو السعادة، عدو كل حاجة. الخوف يا أصدقائي ما بيوصلش لأي حاجة. احنا اللي بيخاف على فكرة من الحزن ما بيفرحش، اللي بيخاف من المستقبل ما بيوصلش، اللي خايف من بكرة عمره ما هيحقق. يبقى الخوف هنا عمره ما بيدينا اي حاجة. يبقى اهم ما يميز الشخص الايجابي انه شخص ما بيخافش، وشخص يحول افكاره دايما لاعمال. انا اذكر ليا صديق من 2006، كل ما قبل بقابله كل سنتين ثلاثة تقريبا، كل ما قبل يقول لي انا عندي فكرة مشروع قد كده وهنعمل وهنسوي وهنعمل، واخد بالك؟ وقابله بعد سنتين يقول لي انا ما جات لي فكرة مشروع، ولحد النهاردة هو ما عملش ولا مشروع. هنا بنقول ان هو بالتأكيد مش ايجابي. الايجابي اللي بيفكر ويعرف ينفذ وياخد قرار. القدرة على اتخاذ القرار هي اللي بتخليك في الاخر راضي عن نفسك. هتقولي طب انا ممكن اخد القرار ده ويطلع غلط. طب وايه يعني؟ ما احنا كلنا بنغلط. احنا من ساعة ما بنصحى الصبح لحد ما بننام بالليل بناخد قرارات، ممكن تصدق ممكن تطلع غلط، ممكن تحصل اي حاجة. المهم في الاخر ان انا اللي اتحمل نتيجة قراري. هنا هي دي اللي بيخلي الشخص ايجابي. الشخص الايجابي عنده مرونة. يعني ايه عنده مرونة؟ بيقدر يتكيف مع اي واقع، بيقدر يتكيف مع اي مشكلة، بيقدر يتكيف مع كل حاجة. لما الشخص الايجابي لما بتحصل له مشكلة بيبقى جاهز بحلوله، بيبقى قادر على انه هو يعرف يحلها، يعرف يواجهها. الشخص اللي بيهرب اللي هو الشخص السلبي ده بالتأكيد ما هو الشخص ايجابي، ما يقدرش يعمل حاجة، ما يحققش نجاح شخصي ولا نجاح على المستوى العلاقات الانسانية ولا على مستوى العمل. الايجابية يا اصدقاء محتاجة كمان صدق. صدق مع النفس وصدق مع الآخر. يعني إيه صدق مع النفس وصدق مع الآخر؟ يعني واقعية ببساطة شديدة، أبقى إنسان واقعي، إنسان جوايا طاقة بستفز طاقتي كلها بس بمنتهى الواقعية. أنا عايز أبقى الواقعية بتاعتي دي أحقق بيها أحلامي وحقق بيها أهدافي. الشخص الإيجابي دايما بيحول أحلامه الأهداف عشان يعرف يحققها. الشخص الإيجابي يا أصدقاء هو شخص سعيد بالفطرة، هو شخص متفائل من غير إفراط، هو شخص حاسس إن هو ما عندوش كلمة تشاؤم. الشخص الإيجابي ما عندوش كلمة تشاؤم بالمرة، وده على فكرة أمر شرعي. على فكرة كل الأديان اللي ربنا نزلها لنا عشان نبقى سعداء، نزل لنا الحلال والحرام علشان نبقى سعداء ونبقى مستقرين نفسيا. أصل التوازن النفسي ده شيء مهم جدا. التوازن النفسي يا أصدقاء هو منتهى الإيجابية، منتهى السعادة، إنه متوازن أسرار. ببساطة شديدة أنا عايز أتكلم مع حضراتكم على الإدارة، إدارة الأسرة السعيدة. إدارة الأسرة السعيدة يا أصدقاء شيء مهم جدا. الأب بيبقى مقطع نفسه والأم مقطع نفسها والأولاد كل واحد عامل اللي عليه، بس كل واحد في وادي مش من خلال منظومة واحدة. لو لازم يبقى لنا منظومة واحدة عشان نحقق أكبر قدر من السعادة للأسرة. إدارة الأسرة السعيدة مهمة جدا ومليئة بالتفاصيل ومليئة بالحواديت ومليئة بالحكاوي، لأن عشان نعمل أسرة سعيدة بجد تحت الظروف الحالية، كل أسرة تبع ظروفها الحالية من ظروف مادية وظروف اقتصادية ومشاكل وسفر وغياب ولقى وشوق الدنيا، الحياة مليئة. ان انا ازاي اعمل ده تحت كل هذه الضغوط وازاي يبقى الأسرة بحقيقة قدر من السعادة؟ دي العملية محتاجة افكار واسرار. خليك معايا شوية كده واحنا نعملها مع بعض. يا ريت اللي سمعني دلوقتي او اللي هيسمعني بعد كده واحنا بنشتغل مع بعض يمسك ورقة وقلم ويكتب يعني ايه مصنع السعادة. مصنع السعادة يا أصدقاء هو مشروع العمر لحضرتك ولحضرتك ولأي حد. مصنع السعادة إنك تحول بيتك لمصنع للسعادة مسؤولية. طب تعالى أقول هو ليه مصنع؟ وإيه بقى الأدوات وإيه المنتجات والمكن والحدوتة دي كلها علشان نقدر نحقق أكبر قدر من السعادة؟ مصنع السعادة عايز ثلاث حاجات. عايز عقل وقلب ووقت. العقل موجود الله ينور،
كلنا عقلنا ما شاء الله منور وزي الفل، والقلب مليان مشاعر ودافي وجميل. مفيش احلى من مشاعر الاب، مفيش مشاعر احلى من مشاعر الام، مفيش احلى من مشاعر الاولاد الاخوات مع بعضهم، مفيش احلى من المشاعر دي في الدنيا. طيب والوقت، هتقول لي ما احنا طول النهار بنشتغل ورايحين وجايين، والام طول النهار واقفه على رجليها، والعيال في الدروس والسناتر والحواديت. لا والله في وقت. دور شوف انت بتدخل على السوشيال ميديا كام ساعه في اليوم، دور انت بتضيع وقت قد ايه بعيد عن مصنع السعاده. لا خليه شويه وقت لمصنع السعاده. خلينا نعمل بعد ما نعمل الرولز ونعمل دراسه جدوى مصنع السعاده، خلينا نشوف ايه يوم في الاسبوع نقعد نعمل فيه صيانه المكان مصنع السعاده. ساعتين كل اسبوع نعمل صيانه المكان مصنع السعاده، يبقى ليا وجبه رئيسيه كلنا لازم نتلم ونقعد علشان نقوم مكان مصنع السعاده. طيب التروس بتاعه المكنه والهيصه دي ايه؟ انا وانت وانت وابننا وبنتنا وحفيدي، كل دول تروس في مصنع السعاده، كلنا لازم نشتغل عليه. مش هينفع حد يشتغل لوحده، مش هينفع حد يقوم المصنع لوحده، لا يمكن. لا يمكن ابقى انا سعيد ومراتي مش سعيده او بنتي مش سعيده، استحاله. لازم كلنا نبقى تروس ومشبكين مع بعض علشان نقدر نوصل لاقصى سعاده ممكنه. الكلام عن السعاده مش وهم، لا الكلام عن السعاده حقيقه. صدقوني انا مش مدرب تنميه بشريه عشان نتعرف على بعض، انا مش مدرب تنميه بشريه، انا مدرب حياه. لان الحياه هي اللي بتعلمنا ازاي نقدر نعمل مصنع السعاده بطريقه جميله وبكفاءه. طيب هو عشان نقوم المصنع ده لازم يبقى عندي قوانين ولايحه مصنع السعاده، نعمل لايحه مصنع السعاده. على فكره اصدقاء، احنا يمكن بنشغل واحنا بنكون بيوتنا بحاجات غريبه جدا، بنعمل قائمة المنقولات اللي هي فيها شوية خشب وشوية ذهب، وبنعملش قائمة للميثاق اللي ما بيننا هيبقى عامل ازاي. لا خلينا نعمل الرولز بتاعتنا هنبقى عامل ازاي. خلينا نتفق مع بعض ان احنا لما نوصل لخلاف في الأسرة السعيدة دي هيبقى سقف الخلاف ايه، هنوصل لحد فين. يعني يا ترى ممكن نتخاصم؟ لا يمكن. ما افتكرش ان حد عايز يعمل مصنع السعادة هيقدر يعيش في جو من